يقول الله في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. حين تحل الفواجع تنعقد الألسنة. نعم، لقد نكبت الجزائر بفقدانها رجلا عظيما آمن بالوطن إلى آخر نفس، ونكب الجيش الوطني الشعبي بفقدان قائد فذ ورجل كريم عاش دائما من أجل إعلاء راية الجزائر. رحمة الله على السيد الفريق أحمد قايد صالح، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته ووهبنا الصبر والسلوان يا رب. على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بمؤسستنا العسكرية بفقدان قائدها الوفي النوفمبري السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لا يسعني كفرد في قيادة القوات البرية إلى أن أترحم على روحي الفقيد الطاهرة الذي كان لنا سندا قويا في أداء مهامنا النبيلة. هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بالجزائر قاطبة لا يسعنا سوى الرضا بقضاء الله وقدره، داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة الزكية برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان، ونحن على العهد ماضون وسنكون خير خلف لخير سلف. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا قائدنا المحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يودع الجزائريون اليوم رجلا من خيرة ما أنجبت أرض الشهداء الطاهرة، رجلا أقل ما يمكننا قوله عنه أنه أفنى عمره في خدمة هذا الوطن المفدى، وحمل المشعل في أحلك وأصعب المراحل، وقاد السفينة حتى وصل بها إلى بر الأمان، وعلمنا معنى التضحية والوفاء والإخلاص وحب الوطن، وتعهد بحماية الشعب على حد سواء وبدون استثناء، فكان لهم ذلك، التزم فصدق، عاهد فوفى. وبهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا أولا باسمي وباسم كافة مستخدمي القوات البحرية، ونقدم تعازينا القلبية كذلك إلى الشعب الجزائري برمته، وإلى الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية، وبالأخص إلى عائلة الفقيد، راجين من المولى العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان. من شعب الجزائر قاطبة ومحياك شرف أنت تهواه، عاهدت فوفيت وصدقت تكلما، عاهدت فوفيت وصدقت تكلما، فأخلصت للشعب فنجاك الإله، فأخلصت للشعب فنجاك الإله، رحماك به ربي ألهمه جنة عدن، فقد زاد عن حمى الجزائر فارحمه ربه.